أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. وذكر تقرير من منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترجمته صحيفة المدى أن 1,200,000 عراقي ما زالوا يعيشون بحالة نزوح في المخيمات، وأضاف التقرير أن قسماً كبيراً منهم لا يستطيع العودة لمناطق سكنه لجملة أسباب، من بينها منازل محطمة وانعدام الخدمات وغياب الأمن. أشار إلى أن 70% من النازحين مضى عليهم أكثر من 5 سنوات وهم يعيشون أوضاعاً صعبة في المخيمات، وفيما أكد التقرير أن 25% منهم لا يمتلك وثائق إثبات هوية رسمية. تحدث عن عجز بنسبة 70% في صندوق احتياجات النازحين لعام 2022، ونوه التقرير إلى أن نسبة التخصيصات المالية التي تم توفيرها من الدول المانحة بلغت 30% فقط من المبلغ المطلوب. إن النازحين غالباً ما يكونون أكثر عرضة لمخاطر غياب الحماية عن بقية عامة الناس الآخرين، والتي تشتمل على الاحتجاز والاعتقال التعسفي مع الضغوط النفسية وتهديد الطرد من مناطق السكن، فضلاً عن عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية. وتابع التقرير أن كثيراً من النازحين الذين ما يزالون يقيمون في 25 مخيماً موزعة في إقليم كردستان هم غير قادرين على العودة لمناطق سكناهم الأصلية لمجموعة أسباب. وزاد أن من الأسباب أن منازل النازحين قد تعرضت للتدمير أو الإضرار، وكذلك غياب فرص المعيشة وانعدام الأمن والخوف والحالة النفسية المضطربة. وأفاد التقرير أن الكثير من العراقيين الذين تمكنوا من العودة لمساكنهم ما يزالون يعيشون في أوضاع معيشية متدنية غير لائقة، من بينها مكابدتهم من أجل عودة اندماجهم الاجتماعي والافتقار لفرص المعيشة وعوزهم للمساعدة والإسناد من أجل الحصول على خدمات ولتلبية احتياجاتهم الأساسية. يقول الكاتب نهاد الحديثي: فتحت استقالة وزير المالية العراقي علي علاوي جرحاً غائراً في جسد الدولة العراقية، كما سلطت الضوء على حجم الفساد المستشري في البلاد وسط تحقيقات رسمية تجريها هيئة النزاهة عن الصفقة الشهيرة لشركة بوابة عشّار. بدأت كرة الثلج بالتدحرج عندما كشفت وسائل إعلام عراقية عن مطالبة شركة بوابة عشّار للدفع الإلكتروني بشرط جزائي وضعته ضمن أحد العقود مع مصرف الرافدين الحكومي بسبب تلكؤ الأخير في تنفيذ بنود العقد، وهو ما أثار ضجة واسعة عن حجم هذا. وتم الاستيلاء على مفاصل واسعة من الدولة فعلياً من قبل الأحزاب السياسية وجماعات المصالح الخاصة. وصف وزير المالية العراقي الوزارة التي كان يترأسها بأنها شبح مقارنة لما كانت عليه في السابق، وشغل مدراء مناصبهم الرئيسية لفترات قصيرة فقط، ووقع العديد منهم تحت تأثير الأحزاب السياسية، وكان العديد من المدراء غير مناسبين أو مؤهلين لمناصبه. القوانين المالية كلها متعبة وغير قادرة على استيعاب الوضع المالي ومواجهة الفساد الذي يطور أدواته، مثل قانون البنك المركزي وقانون المصارف وقانون هيئة الأوراق المالية وقانون هيئة الاستثمار، وكلها شرعت عام 2004، وهناك تمسك واضح من الطبقة السياسية بتلك القوانين لأنها تشرعن الفساد. وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق تورط 11,605 مسؤولين بينهم 54 وزيراً في الفساد خلال العام 2021. وقالت تلك الهيئة في إحصائية سابقة لها إن من بين هؤلاء 54 وزيراً ومن بدرجته لم تحدد أسماؤهم وجهت إليهم 100 وتهمة واحدة و422 متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين، ومن بدرجتهم وجهت إليهم 712 تهمة،
كما كشفت جهات مختصة عن قيام بعض البنوك في العراق بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضاً إلى حسابات عملاء آخرون في بغداد، مما أثار الجدل فيما يحدث وراء الكواليس. يقول الكاتب نوري حمدان: ليس من عاقل بين البشر في الماضي أو الحاضر لا يؤمن بالتغيير الحتمي، لكن القبول بما يؤول إليه نسبي عند الأشخاص أو الجماعات بحسب نوع وحجم المصالح المرتبطة بالتغيير، كذلك نوع وحجم التغيير نفسه. وعن حجم ونوع التغيير يمكن أن ننظر إلى المشهد السياسي العراقي الآن، فلدينا دعوتان للتغيير تختلفان في الحجم. الأولى تريد التغيير في الحكومة وسياستها، وهو ما يتجسد الآن في مطالب التيار الصدري الذي يعتصم أتباعه حول مجلس النواب. أما الثاني فيدعو إلى التغيير الشامل، وهو المطلب الأساسي لثورة تشرين. المطلب الأساسي لثورة تشرين يتمثل في إعادة صياغة الدستور وتخليص البلاد من المحاصصة الطائفية التي تسببت في الانفلات بالملف الأمني، وما ذهب نتيجته الكثير من أبناء الوطن بين قتيل وجريح ومغيب. كذلك هدر المال العام وتفشي الفساد في مفاصل الدولة كافة، ومنع تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين مثل الكهرباء والصحة وفرص العمل للشباب. أما نسبة القبول أو الرفض للتغيير كذلك نشهدها في العملية السياسية الحالية، وأبرز مثال رفض الإطار التنسيقي لدعوات التغيير. وهنا لابد لي أن أذكر أن الإطار التنسيقي ليس الوحيد الرافض لهذا التغيير، لكنه الأكثر تضرراً بسبب انفراده في إدارة البلاد وتمسكه أكثر من غيره بالمحاصصة الطائفية، رافضاً حتى تحسين صورتها بشكل نسبي، ويعود ذلك لعدد من الأسباب في مقدمتها فقدان المكاسب. وهنا أريد أن أشير إلى ثلاثة أنواع من أسباب الرفض. قبل ذلك أقول إنهم جميعاً مؤمنون بالتغيير الحتمي، ولا يمكن للمحاصصة أن تستمر. أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إلى أن تراجع النفوذ الإيراني في العراق بات يشكل تهديداً محتملاً لاستراتيجيتها المضادة للنفوذ الأمريكي هناك، ما قد يعطل عملية نقل الأسلحة إلى سوريا ومناطق النزاع الأخرى. ولفت الصحيفة إلى أن استمرار الأزمة السياسية في العراق التي طالت لنحو 11 شهراً ومن قبلها أزمة التظاهرات وأسقاط الحكومة السابقة قد يشير فعلاً إلى تضاؤل دور طهران ونفوذها القوي المستمر على ميزان القوى في بغداد. وإضافة إلى العلاقة السياسية والدينية والاقتصادية القوية، تمتلك إيران نفوذاً متعدد الطبقات في البلاد، حيث أنها دعمت طوال عقدين من الزمن تقريباً شبكة من الميليشيات التي تساعد طهران على توسيع نطاق نفوذها بحسب الصحيفة. إن الإحجام عن الارتباط بإيران أو إعلان الارتباط يعكس شعوراً واسع النطاق بالتوتر مع طهران، وهو تهديد محتمل للبلاد التي يقودها رجال دين الشيعة منذ عقود. ورجح التقرير أن الاشتباكات المسلحة بين الفصائل الشيعية المدججة بالسلاح في العراق ستكون واحدة من أسوأ النتائج المحتملة لطهران، لكن محللين يعتقدون أن جهداً إيرانياً واضحاً للميل نحو خصوم الصدر يمكن أن يشعل المواجهة. ودأب المتظاهرون العراقيون المناوئون للفساد على انتقاد إيران بشكل لاذع طوال أشهر من التظاهرات، حيث يبدو أن هذه الهتافات وصلت إلى أسماع طهران وفقاً للصحيفة. وراء الكواليس كانت طهران نشطة، يقول تقرير وول ستريت جورنال الأمريكية. ورأت الصحيفة في تقريرها أن زيارة قاآني سلطت الضوء على مدى تغير دور إيران منذ مقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق قدس. وقال القيادي بالحكمة فهد الجبوري للصحيفة: إن قاآني مختلف عن سليماني، إنه أضعف والأمور لا تتجمع مع بعضها على يده. نشرت مجلة ناشونال انترست مقال رأي للمحامي الدولي المتقاعد رامون ماركس، قال فيه إن الخاسر الاستراتيجي في الحرب الأوكرانية مهما كانت نتيجتها ستكون الولايات المتحدة،
ويقول الكاتب إن روسيا ستكون قادرة على إعادة بناء علاقات قريبة مع الصين والدول الأخرى في القارة الأوراسية، بما فيها الهند وإيران والسعودية ودول الخليج الأخرى، ستدير ظهرها وبطريقة لا رجعة عنها للديمقراطيات الأوروبية وواشنطن. ومثلما لعب ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر ورقة الصين لعزل الاتحاد السوفيتي السابق أثناء الحرب الباردة، ستقوم روسيا فلاديمير بوتين وصين شي جين بينغ بلعب أوراقهما في محاولة لاحتواء القيادة الأمريكية للعالم. ونظراً لمعرفتها أنها لا تستطيع الحفاظ على أوروبا كزبون مهم في مجال الطاقة، بدأت روسيا بالتحرك نحو بيع وقودها الأحفوري إلى آسيا، وتحديداً الصين، لتحل محل السعودية كأكبر مزود للنفط لبكين. ولدى روسيا في الوقت الحالي خط أنابيب واحد فوق الأرض يربطها بالصين، وهو خط أنابيب إسبو، وخط أنابيب الغاز الوحيد والمستخدم هو طاقة سيبيريا، ويتم دعم خطي الغاز والنفط بكميات محمولة بحراً عبر طرق تصل إلى بر الصين. وفي الأعوام المقبلة ستقوم الصين بلا شك بعمليات استثمار لتوسيع عمليات نقل الغاز والنفط بين البلدين، ما سيجعل روسيا المزود الرئيسي للوقود إلى الصين، وستكون الطاقة عاملاً في تقريب الصين وروسيا بشكل أوثق وتمتين علاقات بلا حدود في القارة الأوراسية. ومن خلال وجود مزود نفط لها في حديقتها الخلفية، ستحصل الصين على مرونة استراتيجية للتعامل مع الولايات المتحدة ودول الحوض الباسيفيكي الهندي وعلى حساب الديمقراطيات الغربية. ولم تعد الولايات المتحدة القوى العظمى الوحيدة في العالم، ويجب أن يحدث التشارك في تحمل العبء بنظام التحالفات الأمريكية عاجلاً وليس آجلاً، حتى تكون قادرة على التعامل مع عالم متعدد الأقطاب. والكاريكاتير أسلوبه الخاص في التعبير عن الواقع. أهلا بكم من جديد. يغيب الطفل مديا عوض عن الصف السابع هذا العام كونه مضطرا لأن يعمل في مغسل سيارات للمساعدة في عالة أسرته الفقيرة، بعد أن أصبح والده غير قادرا على تحمل تكاليف الدراسة في اليمن الذي تمزقه حرب طاحنة منذ سنوات. ويدفع تردي الأوضاع الاقتصادية الكثير من الأطفال للعمل لمساعدة أسرهم في بلد تهدده المجاعة، بدلاً من الانضمام لأقرانهم على مقاعد الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد. ويصف مدياً الذي ارتدى قميصاً ممزقاً شعوره بالحزن لتغيبه عن الدراسة قائلاً: أصدقائي يدرسون وأنا لا أدرس، أصبحوا في الصف السابع وأنا خرجت من المدرسة لمساعدة والدي والإنفاق على أسرتي. بعد غسيل السيارات يتوجه مدياً لمساعدة والده الذي يعمل في تصليح الأحذية عند ناصية شارع في المدينة. في السابق مناطق الجليد في العالم التي تعرف بمناخها الحالي من أي طقس معتدل والذي يحافظ دائما على درجات حرارة أقل من الصفر لم تكن تجذب الزوار العاديين، ولا يمكن لأي منهم في كل أحوال إمساك قطعة جليد بيدين مجردتين. أما اليوم فتشهد هذه المناطق زواراً يلتقطون صور سيلفي وسط كتل الجليد المتقلصة،
إنه حال مناطق الجليد الكبرى التي يزداد ذوبانها بوتيرة متسارعة ربما ساعة بعد ساعة بتأثير ارتفاع حرارة الأرض، ما ينذر بكوارث بيئية ويخلق ظواهر متطرفة تقلص الموارد الطبيعية التي تواكب مسيرة البشر وتحدد خيارات أماكن عيشهم وأنواع الغذاء المتوفر وكمياته التي ستصبح مهددة في شكل كبير في حال عدم تدارك الانزلاق إلى هوية الكوكب غير الصالح للعيش. وأيضاً تختفي خلجان جليدية عمرت قروناً في مناطق عدة من القطب الشمالي التي باتت الأكثر سخونة في العالم بتأثير تغيير المناخ. والآن أدعوكم لمتابعة فيديو اليوم. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.